والمعنى بأن آدم أكل من الشجرة، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما، انكشفت العورة، سبحان الله العظيم. وهذه عقوبة، عقوبة من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أمر بستر العورة، أمر بستر العورة. وآدم وهو في الجنة، مع أنه أول الخلق، أمره الله جل وعلا بستر عورته. فقيل بأن الله تعالى خلق له ثياباً وستر بها عورته من الجنة، وقيل بأنه كان يستر عورته بأوراق الجنة، وقيل غير ذلك. والمعنى أن الله عز وجل أول عقاب عاقبه لآدم وحواء أن كشف عنهما عوراتهما، ولذلك طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا أخذ منه بعض العلماء أن من ابتلي بكشف العورات فإنما هذه عقوبة مسلطة عليه من الله عز وجل، سواء كانوا من الرجال أو النساء، إذا يعني تساهلوا في كشف العورات فهذه والعياذ بالله عقوبة معجلة من الله عز وجل لهذا الإنسان في الدنيا قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. والمقصود بأن كشف العورة قبيح، طبع الله جل وعلا النفوس على قبحه، والطابع الوازع الطبعي يأبى كشف العورة، فإذا تساهل الإنسان في كشف عورته فإن هذا دليل على أنها عقوبة من الله عز وجل مسلطة على هذا الإنسان لذنب ارتكبه. ولذلك قال جل وعلا: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.